بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبائي الكرام، ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس الموطأ تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند الحديث رقم 81، حيث باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو ضعف. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. تفضل. باب بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. نعم، يثعب دما يعني يجري ويتفجر. هذا يدل نعم. أيضا على أن هذا لا ينقض الوضوء. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: ما ذلك؟ أحب ما سمعت إليه في ذلك. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه ماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه ماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. طبعا في تنبيه هنا بمناسبة الرعاف، لأن المرة السابقة احنا قلنا بعض الطرق في نطقها في أصلها، نعم. فتبين أيضا في كمان وجوه أخرى لم نشر إليها لأننا مررنا سريعا. قال المجد: كنصر ينصر، يبقى رعف يرعف. نصر ينصر يبقى رعف يرعف. وأيضا منع يمنع، يبقى رعف يرعف، يبقى تفتح كمان. وأيضا نعم. مثل كرم، كرم يكرم، يبقى رعف يرعف. نعم. وأيضا عنا، عنا يعني، يبقى رعف يرعف بالكسر أيضا. أنا إذا الوجوه يعني رعف يرعف. وأيضا مثل سمع، سمع يسمع، يبقى رعف يرعف. كل هذه الوجوه صحيحة في رعف. تمام، معلش أنا حبيت نعم. برضه أوضحها عشان حتى لا يفهم أنها لغة فقط. نعم، بارك الله فيك. قال: الوضوء، باب الوضوء من المذي. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله،
فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن وأنا أستحيي هنا بياء واحدة. شوف الثانية النسخة الأخرى. أنا عندي أستحي. بياء واحدة صحيح؟ نعم. نعم تمام، هو هذا الصوت. وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري فاستحييت أن أسأله. نعم. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء. في بعض النسخ فلينضح، ومكتوب على الهامش مع، يعني الاثنين صح، فلينضح أو فلينضح. فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، يعني يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. تفضل. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن سلي عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. تمام. طبعا هذا الحديث فيه دلالة واضحة على وجوب أن يغسل الإنسان فرجه إذا نزل منه المذي. طيب هنفترض أنه لا يوجد ماء، خلاص، يبقى يستعمل إيه؟ الأحجار أو ما قام مقامها، فهذا أيضا ينقي المحل. وإن كان البعض يقول إن حتى وفي وجود الماء يمكنه أن يكتفي بإيه، بالحجر أو بكذا، فهذا أيضا يعني لا بأس به، ولكن الأفضل هو الماء، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليه فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه. ولكن نعم. مولانا هنا ذكر الماء، فإذا هو متعين أليس كذلك؟ والبعض قال هو يقصد ان الماء عند وجود الماء، يعني هو لا يقصد الماء على الاطلاق عموما. انت بفرض مفيش ماء، نعم. خدت بالك؟ فهو يعني لانهم اختلفوا عموما في ازالة ما هو اشد من المذي. خدت نعم حضرتك؟ ما هو اشد من المذي، من بول او غائط، وهو متفق على نجاسته، فماذا يصنع الانسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في المذي قال نعم ينضح فرجه بالماء. طيب بالنسبة للثوب، قال لك إذا أصاب الثوب يرشه فقط، لاحظت؟ فإذا نجاسة البول والغائط طبعا فيها منها الغسل مش النضح، مش نعم فإذا أشد الموضوع. فلأجل ذلك العلماء في هذه المسألة قالوا لا بأس إن هو لو كغيط أو أحجار أو ما أشبه ذلك لا بأس، ولكن لو استعمل الماء لكان أفضل. هذا قول، يعني فهمني، نعم هذا قول لبعض العلماء. القول الآخر هو الماء فقط كما قلت، يتعين الماء، ولكن إذا فقد الماء خلاص يبقى إذن يستطيع أن يستعيض عنه بشيء آخر. والله أعلم. قال مالك عن نعم زيد، البعض أيضا قال يغسل ذكره فقط
أم يغسل العضو كاملا بالأنثيين؟ في بعض الروايات تقول هذا وهو يعني الأفضل، الأفضل هذا أحوض يعني، إنما إذا غسل الذكر فقط يجزئه، والله أعلم. نعم. نعم قال مولانا، مالك، إذا هذا هل نستطيع أن نقيس عليه فرج المرأة؟ لأن نحن نعرف بأن في الاستنجاء للمرأة متعين فيه الماء، هل نقيس هنا ما دام بعض العلماء قالوا بأن الماء هنا ليس على إطلاقه، هل نستطيع أن نقيس عليه فرج المرأة في عند الوضوء؟ نعم هو نفس الحال. الماء أصل هذه المسألة، الماء أيضا اختلف فيها بالنسبة للنساء، يعني هناك من قال كما قال سعيد بن المسيب إنما الماء إنما إيه مضى معنا في المجلس السابق، إنما 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 ذلك وضوء آه النساء. إنما ذلك وضوء النساء اللي هو الماء يعني. نعم. فطبعا هذا بناء على هذا القول، إنما هناك من قال الأحجار الاستجمار هو أولى عموما للرجال والنساء على حد سواء، خدت بالك؟ نعم. فهو على كل حال هي مسألة بتختلف بناء على قول من قال بهذا، من قال بوجوب الماء قال خلاص يلزمه الماء، من قال بعدم وجوب الماء قال لا بأس يقوم هذا أو هذا، لا بأس يعني، المسألة فيها سعة الحمد لله، وما جعل عليكم في دينكم نعم. حرج. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مثل مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. خريزة يعني مثل الجوهرة. نعم قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب، والبعض يضبطها جندب والاثنين صح. عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هنا مسألة التي تكلمت فيها، مسألة تعين الماء، أيضا ناقشها الإمام الزرقاني وقال هذا مذهب مالك، قاله ابن دقيق وهو مذهب مالك. قال ابن عبد البر وليس في حديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار، وصححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الأحجار إلحاقا له بالبول، المسألة قلتها لك يعني أساسية، وحمل الأمر نعم بالماء ده النووي بقى والشافعية، وحمل الأمر بالماء على الاستحباب او على انه خرج مخرج الغالب، وفيه ايضا وجوب غسله كله عملا بالحقيقه لا محل المخرج فقط كالبول. وقد رد الباجي الحاقه بالبول بانه يخرج من الذكر بلذه، فوجب به غسل يزيد على ما يجب بالبول كالمني. نعم. اساس الفرج كامل يعني. قال في النهايه يرد النطح بمعنى يرد النطح بمعنى الغسل والازاله، واصلح الرشح ويطلق على الرش، وضبطه النووي بكسر الضاد ينضح، متفق في بعض مجالس ابي حيان قرأه بفتح الضاد ينضح، اتكلمنا فيها حاجات جميله برضه الانسان لما تقراها هتستفيد كتير ان شاء الله. طيب ندخل على الباب التالي، باب الرخصه في ترك الوضوء من المذي. مولانا فقط سؤال، في نعم السؤال جندب هنا ممنوع للصرف؟ نعم جندب أو جندبو على أي وزن؟
انا لا اذكر بالضبط. جندب، لأن هو فعلل، ممكن، انا لا ادري بالضبط، يعني هو حذيفة ضبط، يعني، من قال لا ادري فقد افتى. هو أعربها هنا، هنا صرفها هنا هو عندي. هنا فعلا صرفها. تعال نشوفها كده في الزرقاني ماذا قال. هو ربما هنا صرفها جندب. هنا نشوف برضو السبب ايش لماذا. شوف يا سيدي، هنا الزرقاني بضم الجي وتضم كذا، وما جمع قال هذا مذكور البخاري. دي نبقى نرجعها بقى ان شاء الله بعد المجلس، نبقى نرجعها تمام. نشوف ايش السبب، لان لعلها ذكرت في روايات اخرى. لأن الذي أعرفه أنا مثلا أبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة، نعم، فدائما يقول جن، ما لا يقولون جندب. لا يقول جندوبة. يقول نعم، يقول جن، يعني يصرفونها. لا، هو يبدو فعلا ان هي، الذي أعرفه، لكن ممكن لا يكون عندي تمام، خطأ. لا، صدقت، هي فعلا يبدو، انا شفت روايات اخرى، يبدو ان هي فعلا جندب مصروفة. نعم، لا مصروفة، نعم، نعم هي التبست معي، اختلطت معي مع كلمة أخرى. تماما، يبقى جزاك الله خير، فتح الله عليك. لا لا لا، هي جندب مصروفة. تمام، شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك باب الرخصة في ترك الوضوء من جزاك الله. المذي. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. تفضل. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. تمام، بارك الله فيك. طبعا هذه فيها لمحة جميلة جدا، إن الإنسان لا يلتفت للوسواس. ليس كلما جاءه الوسواس، أنت عندك بلل، أنت مش عارف إيه، يخليه يقطع الصلاة ويخليه يجلس في الحمام للوضوء أو لقضاء الحاجة نصف ساعة أو ساعة كما يحدث مع البعض. رأيت بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، فهذه مشكلة. فينبغي الإنسان يقطع الوسواس، وسنرى أيضا كيف كان يفعل بعض الصحابة أو بعض السلف، بأنهم كانوا ينضحون شيئا من الماء في ثيابهم. لماذا؟ قطعا للوسواس، عشان إذا جاءه وقد مر الوسواس. علينا، نعم، قد مر علينا فعل عمر، أيوه، نعم، تمام، في أن داخلة عمر بن إزاره، الخطاب كان آينا. في داخلة إزاره، نعم. قال وحدثني عن مالك عن صلت بن زهيد. هنا بقى دي فيها اختلاف طويل. صلت بن إيه؟ ابن زهيد، هكذا صلت بن زيد، أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. والبعض يضبطها وله عنه، نعم، بالفتح. ما أعرفش في البعض ضبطها بطريقة أخرى أم لا. وله أنا ولا عندي وله؟ وله عنه. يبقى البعض ضبطها بالضبط، وله عنه. قال حدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. تفضل. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده،
فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال الغزالي: وبه يعرف أن الوسوسة تدل على قلة الفقه. يعني الإنسان المفروض إيه؟ لا يلتفت للوسوسة، كل شوية الشيطان يوسوس له ويبقى مش هنخلص، لأن في أصلا شيطان مخصص لموضوع الوضوء، نعم يقال إنه الولهان، وهناك شيطان آخر مخصص، ما هو إبليس شغال، ما هو دي شغلته إن هو يضل العباد، نسأل الله أن يعافينا وإياك، وشيطان آخر مخصص للإلهاء في الصلاة، اللي هو إيه؟ خنزب أو خنزب أو خنزب، والبعض قال فيها الأوجه التسعة ما بفتح خسر الخاء أو بعض. كسرها أو ضمها، وإزاي فيها إيه؟ الفتح والكسر والضم تعطيك تسعة، نعم ذاك شيطان يقال له خنزب. والولهان ده ورد في بعض الآثار، الولهان هذا مخصص يلهيك في الوضوء ويشغلك يضيع لك الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب آمين. الوضوء من مس الفرج. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم: اخبرتني بسرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم: اخبرتني بسرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. تفضل. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طبعا المقصود هنا مس الذكر بدون حائل كما في بعض الروايات، وأيضا بعض العلماء استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة سأله وقال: يا رسول الله مسست فرجي. حديث طلق. طلق، نعم نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ فهذا يدل على ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والبعض قال لا، ده هو قال مسست فرجي في الصلاة، نعم فيستحيل ان في روايات تصرح انه مس فرجه في الصلاة، فمع غير معقول ان يمس فرجه مباشرة في الصلاة بدون حائل، لا تصدق يعني. فإذا هو يقصد انه مس فرجه بحائل، ومس الفرج بدون حائل لا ينقض الوضوء، انما مس الفرج بحائل ينقض الوضوء. وسياتي معنا ان بعض السلف كان اذا اغتسل يتوضا. لا بتوضى ليه؟ قال: لعلي مسست فرجي. يعني الاحوط الحقيقه هو مذهب جماهير الفقهاء عملا بهذا الحديث، ولكن انا شخصيا ارى والله اعلم انه محمول على الاستحباب جمعا بين هذه الروايات، لانه صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو الا بضعه منك. طيب سواء هو بقى مساه بحائل او بدون حائل لا ينقض الوضوء، انما نقض الوضوء المقياس فيه فيما اعلم والله اعلم، يعني هذا ما انا شخصيا اخذ به، المقياس فيه هو الانزال فقط. وتستطيع ايضا ان تحتاط اكثر وتقول الشهوة، اذا مس الفرج بشهوة او مس الفرج وانزل، في هاتين الحالتين اقول لك نعم توضأ. مس الفرج بشهوة احتياطا يتوضأ، لأنه قد يمس بشهوة ولا ينزل.
إنما إذا أنزل إجماعا لابد أنه يتوضأ. فالفقهاء يقولون أنه هو يتوضأ احتياطا، احتياطا، لا سيما إن كان شابا أو إن كان يعني شهوة أو كذا، احتياطا. مثل أيضا قبلة الرجل امرأته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وكما ثبت عن أم المؤمنين عائشة كان يقبل وهو صائم، وكان يقبل ولا يتوضأ، يقبل ويصلي عادي. فالسيدة عائشة أيضا استدركت على بعض الناس، قالت: ومن منكم وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت هتبقى زي الرسول؟ الرسول كان عادي يملك نفسه، عادي مفيش مشكلة. إنما ممكن إنسان يقول لك: هذا الرسول كان بيقبل، يقبل وبعدين ينزل ويصلي. أي وضيعت الصلاة. ضاعت الصلاة. نعم. فإذا احتياطا يعني، والله أعلم. تفضل. مولانا، حديث طلق، نعم، بعض العلماء يقول لك فيه نسخ هذا الحديث بسرى وناسخ لحديث طلق. نعم، ما هو ده استدلالات بقى. ما انا بقول لك، هي مسألة بتكون تعارض في مثل هذه الأمور. نسخ، هل هو نسخ من، كما قلت حضرتك، نسخ من الإباحة إلى التحريم، التحريم نسخ الإباحة، أم أنه العكس، أم إن الاثنين يعني لا نسخ، يبقى لا تعارض ولا نسخ، وإنما يحمل الثاني على الاستحباب والأول على الإباحة. فهمتني يا مولانا؟ نعم. هي مسألة يعني الفقهاء يجتهدون، ما فيش نص ثابت. ما هنا لماذا الله سبحانه وتعالى جعلهم مختلفين هكذا؟ عشان تخفيف على الأمة، لأن لا يوجد نص ثابت، لا يوجد نص ثابت بيقول لك ان ثم نسخ هذا، مثل مثلا اللي هو ايه، الوضوء مما مست النار. يعني ده في نصوص ثابتة خلاص مجمع عليها، اتفق الفقهاء على ذلك. انما مثل هذه الاشياء اجتهاد منهم، البعض يقول نسخ، يقول لك لا ما فيهاش نسخ خالص، فين النسخ؟ فهي هكذا، والله اعلم. قال مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص، انه هذا اسناد وقاصي كله. نعم. عن اسماعيل ده مالك بيروي عن ايه؟ عن حفيد سعد بن ابي وقاص. قال مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد، عن مصعب اللي هو مين؟ اللي هو عم اسماعيل. نعم. عم اسماعيل. عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال: كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قال: قلت نعم. فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال: كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك. والبعض يضبطها لعلك مسست، والاشهر مسست. لعلك مسست ذكرك، قال: قلت نعم. قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. تفضل. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، قال: فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. نعم. آخر حديث اليوم إن شاء الله. الحمد لله احنا تأخرنا شوية اليوم، ولكن الحمد لله يعني ما فيش أحاديث كثيرة. قال مالك عن نافع، ليس طويل، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. نعم. قال مالك آخر بقى تتم هنا. قال مالك عن ملحقة بنفس الحديث. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه يعني الزبير
عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. تفضل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا وبالله التوفيق، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اي سؤال او شيء استاذ محجوب؟ مولانا فقط، يعني هناك في الحديث الواحد 73 قول مالك، وسئل مالك في آخر الحديث، وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، يعني ثم أعاد الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. هذا يعني هذا الكلام يشكل عليه، أو يشكل عليه حديث عمر، عبد الله بن عمر، عندما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وعندما نسي أن يسأل أباه، فلما قدم سعد سأل عبد الله بن عمر أباه فقال: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. نعم. قال عبد الله بن عمر: إن جاء أحد من الغائط. إذا هما ما دام غسل قدمي، بمعنى أنه توضأ، إن ذكر الجزء وأراد الكل. وسئل مالك عن رجل غسل، معنى توضأ، ثم لبس خفيه. عفوا انا عايز بس اشوف الموضع، انت بتقول في اخر 73: وسئل مالك عن نعم، رجل توضأ وعليه خفاه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه، الأخير وسئل مالك آخر عن رجل غسل تمام غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. هو هنا بيتكلم عليه مولانا ان هو خالف الترتيب، خالف. وبيقول لك ان هو بدأ بغسل رجليه ثم لبس الخفين. فهمت بقى المقصود؟ ان نعم، لا يصح ان يلبس الخفان الا بعد تمام الوضوء. وذاك قال له ايه؟ قال لك: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء ثم كمل الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. ليه؟ لان لا يصح لبس الخفين الا بعد اكتمال الوضوء. والله اعلم. واضح؟ لما اذا لبس في الاول ما ينفعش، لا يصح. لأن مولانا استأنف بمعنى أعاد، بمعنى بدأ من الأول، هذا هو في اللغة العرب. ايوه، ما هو اللغه العربيه استئناف يعني ليس بناء. انا افهم قصدك، ان في فرق بين البناء والاستئناف. هو يقصد الاستئناف هنا من حيث المعنى، ان هو يعني بدأ الوضوء من البدايه، وقال لك: خلاص انا نعم غسلت رجلي وايه ولبست الخفين، فخلاص هبقى امسح على الايه. نعم فهمتني؟ يبقى هو كده فعلا استأنف، فهمت، انه جاب الوضوء من اوله، اتى بالوضوء من اوله. فاغسلوا وجوهكم فهمت. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، او ارجلكم، يجي عند الارجل ويمسح، يقول لك: خلاص ما انا ادخلتها ما طاهرتين. فالامام مالك، فهمت. سؤال جميل جدا ومهم، وسؤال حضرتك مهم جدا، ان هو الامام مالك اجاب قال لك: لا ابدا ما يصحش. ليه؟ نعم لان خد بالك برضه في المسائل التي قبلها توضح هذا، لانه لا يصح اجماعا ان يلبس الانسان الخفين الا بعد اكتمال الوضوء. سواء بقى رتب ما ده رتبش أكيد. على اختلافهم في مساله الترتيب، انما اكتمل الوضوء البس الخفين وانت تمام ونعمل لك تعظيم سلام، انما تلبس في الاول لا وبعدين تتوضا ما ينفعش. لا، فهمت أنا بأنه غسل، توضأ ثم لبس خفيه ثم ولهذا يعني استشكل عليه هذا الأمر. لا، هو ما قالش توضأ، قال لك غسل عن رجل غسل قدمي. هو صاحبنا ده قال لك ايه؟ انا هغسل رجليا والبس الخفين وبعدين امسح وبعدين اتوضأ وامسح عليهم. قال لك: ممنوع حبيبي، ما ينفعش، لا يصح. يبقى نعم الوضوء باطل نعم والصلاة باطل. نعم. واذا فعل من نعم فعل ذلك لابد ان هو يعيد بقى الايه، يعيد كل الصلوات التي صلاها بهذا، لانها باطلة ولا تصح. نعم. وايضا هذا يذكرني بمن يمسح على الجوربين او الخفين اللي هم اسفل الكعبين، يعني العظمه بتاعت الكعب في القدم كده والخف تحتها. نعم. يقول لي: امسح. اقول له: تمسح ايه؟ ما ينفعش. لابد ان انت تجاوز الايه، الكعبين على الاقل، على اختلافهم في الغايه تدخل في المويه ام لا تدخل، اقل شيء تكون غطيت الكعبين، اقل شيء. والله اعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. بارك الله فيكم مولانا، حفظكم الله وبارك الله اياكم فيكم. يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.